محمد العمراوي طالب بالمعهد العالي للمهن التمريضيه والتقنيات الصحه بتطوان تخصص الصحه النفسيه والعقليه وعضو في لجنه التنسيق الوطنيه لطلبه خريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضيه والتقنيات الصحه. جئنا الى هنا اليوم نحتج بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي للممرض الذي يصادف 12 مايو من كل سنه. من المفترض ان نحتفل بدل الاحتجاج، ولكن الاوضاع المزريه التي يعيشها القطاع الصحي بالمغرب دفعتنا الى الاحتجاج على مدى عقود من الزمن، ولا سيما محاوله وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه تنزيل مخطط تعاقد في قطاع الصحه. هذا المخطط الذي عرف فشلا ذارعا في قطاع التعليم. نحن كتنسيقيه وطنيه لطلبه خريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه نرفض رفضا كليا وقاطعا تنزيل مخطط تعاقد في قطاع الصحه. زد الى ذلك نطالب برفض ادماج خريجي المدارس الخاصه التقنيين المتخصصين في الشبه الطبي في اسلاك الوظيفه العموميه. زد الى ذلك نطالب بالانصاف في العداله الاجريه بالنسبه للممرضين وتقني الصحه، وذلك برفع الاجره الى 8000 درهم كما جاء به الوعد الحكومي الجديد. زد الى ذلك نطالب باخراج الهيئه الوطنيه للممرضين وتقني الصحه مصنف الكفاءات والمهن الانصاف في التعويض على الاخطار المهنيه. من هذا المنبر وفي هذا اليوم الذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي للممرض نوجه رسالة صارحة لكافة المسؤولين على القطاع الصحي بالمغرب أن لا سلم اجتماعي بدون إنصاف الطالب والخريج والممرض، وأن أي استثمار في الممرض المغربي فهو استثمار في صحة المواطن المغربي وضمان نجاح تنزيل ورش الحماية الاجتماعية. وشكرا. سلمى الشدلي طالبة بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة بتطوان شعبة الصحة النفسية والعقلية السنة الثالثة. إذا نحن بهذا النهار 12 ماي من كل سنة كنحتفلوا باليوم العالمي للممرض، ولكن للأسف نحن لا نحتفل به، ولكن كنحتج وذلك ضد السياسة التي كتنهجها وزارة الصحة اللي كتبغي دائما أنها تنزل مقرر التعاقد. وحنا دائما هنا كنحاولوا نرفعوا الصوت ديالنا، حيت كاملين كنعرفوا أن سياسة التعاقد هي سياسة كتضرب في الجسم التمريضي وكتضرب في صحة المواطنين. أيضا دائما ما نطالب بالمطالب ديالنا المشروعه كالخوصصه، اخراج الماستر وايضا الدكتوره، تعويض عن التدريب الاستشفائيه بالنسبه للطلبه، وايضا رفع الاجور بالنسبه للممرضين في ظل غلاء الاسعار. نتمنى من الوزاره الوصيه ان تنهج سياسه الحوار وان تكون دائما طرفا مستمعا عوض ان تكون طرفا مقصيا للجسم التمريضي. وشكرا.